سمو الأمير فيصل بن الحسين احتفال كلية دولاسال لفرير بجبل الحسين في عمان بتخريج الفوج 62 من طلبتها المتميزين، وسط حضور غفير من أهالي الطلبة الخريجين وهيئة الكلية. عدسة نورسات شهدت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. مجدا وحمدا نقدم لك أيها المسيح القائم من الموت. احتفلت إدارة كلية القديس يوحنا دولاسال الفرير في عمان بقداس احتفالي احتفاء بطلبتها الذين أنهوا دراستهم الثانوية. ترأس القداس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعاونه كاهن الرعية الأب عصام الزعمط بحضور الأخوة الرهبان ومدير الكلية جابي غزاوي وكافة طاقم الإدارة والهيئة التدريسية وجمع من الأهل والأصدقاء. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس، هللويا هللويا. أنت وحدك العلي، هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. وفي عظة القداس هنأ سيادته الطلبة الخريجين متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة كنيستهم ومجتمعهم المحلي. لا تتركوا الصلاة البيتية، لا تتركوا الاتكال على الله، ولا تكتفوا بصلاة الطلب. صلاة الشكر مطلوبة، صلاة الاتكال على الله مطلوبة. في مزمور اليوم صلينا ها إن عين الرب تكلأ المتقين، أولئك الذين على رحمته يتوكلون. صلاة الثقة، صلاة التوكل هي من الصلوات الكبرى والعظمى في المزامير. النصيحة الثانية، أطيعوا وصايا الله. الإيمان بيمشي مع الأخلاق، لا يوجد إيمان بدون أخلاق، ولا يوجد أخلاق بدون إيمان. الإيمان والأخلاق يسيران معا. وصايا الله هي لخيرنا وليس لتقييدنا. طاعة الله لا تناقض رغبتنا في الحرية، إنما يأمرنا الله بما هو لمصلحتنا وينهانا عما هو يضر بنا. ولا تنسوا أن المسيح رب المجد كان طائعا للآب السماوي وكان طائعا لوالديه. وفي ختام القداس سلم سيادته الشهادات المدرسية على الطلبة الخريجين. الغم والضلال وحل نور الحق الذي لن يزول. حقا قام حقا قام، داس سلطان الموت وانتصر ودحر قوات الجحيم. واستكمالا لاحتفالات الطلبة، أقيم حفل تخريج مميز في فندق اللاند مارك في العاصمة عمان. رعى الاحتفال سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم بحضور مدير المدرسة السيد جابي غزاوي وعدد من الرهبان وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للكلية وذوي الطلبة. وخلال الاحتفال ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية بسموه، وعرضت العديد من الفقرات الفنية والغنائية من أداء الطلبة. يا نشمي ويا نشمية، عيش جبينك فوق العالي، ما يحنى راس الدنيا. غيرنا
وفي ختام الحفل البهي سلم سموه الشهادات التكريمية للطلبة متمنيا لهم التفوق الدائم والازدهار.